اهلا بكم في حديث الخليج وحديث اليوم عن الحج وموسم هذا العام الذي تقدر المملكه العربيه السعوديه ان تستقبل خلاله مليوني حاج في الاساس لكونه الاول بدون قيود نهائيا منذ ثلاثه مواسم اثر انتشار جائحه كوفيد-19. رفع القيود لم يشمل فقط الاجراءات الاحترازيه وانما طال ايضا قيودا حرمت لعقود فئه عمريه من النساء المسلمات من اداء فريضه الحج باشتراط وجود محرم لمرافقه المراه. بطبيعه الحال اثارت هذه الخطوه الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض وردود فعل تمحور معظمها حول مناقشه شرعيه سفر المراه من دون محرم في الاسلام. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى وفي سياق متصل اعلنت السلطات السعوديه عن تدابير اجرائيه عبر خلق منصات وتفعيل اخرى بهدف تيسير مناسك الحج من جهه والتضييق على الحملات الوهميه التي تستغل الحجاج لتبيعهم الوهم من جهه اخرى قبل البدء في هذا الحوار نتابع هذه الشهادات لنساء كان القرار مناسبا لهن حيث تمكنا من السفر باتجاه السعوديه لاداء مناسك الحج دون محرم ثقل وزن الحقيبه لا يزعجهن على ما يبدو فقد ازيح ثقل اكبر جثم لعقود على صدورهن وحجم اراده المراه حيال السفر لاداء مناسك الحج بشرط وجود المحرم وفق الكثيرين فبعيدا عن الجدل الواسع الذي اثاره نزل قرار اعفاء المراه من المحرم لاداء فريضه الحج بردا وسلامه على قلوب نساء خفقت لزياره الاماكن المقدسه وسط مشاعر مختلفه يتماهى فيها الخشوع بالرضا والفرح بالدهشه اول مره مشاعر مختلطه خوف اشتياق رهبه ما ادري يعني صراحه شيء ما ما ينوصف. مشاعر مختلطه ما تنوصف. ان شاء الله نكون قد هذه المشاعر الجياشه وان شاء الله نخلص مناسكنا بتوفيق ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى. الى عهد قريب كان تحقيق حلم الحج في غياب وجود محرم للمراه ضربا من المستحيل. فرحة سبقتها أخرى حين أتيحت العمرة للمرأة من دون شروط المحرم والعصبة للمرة الأولى منذ أبريل العام الماضي لجميع النساء ومن مختلف الأعمار والجنسيات هذه المرة الثالثة أسجل وما يصير بس الحمد لله المرة توفقت الحملات تقوم بكل التوفير يعني كل الأمور المتطلبة على أساس أنه يكون الحج صحيح سواء عمره ولا حج يكون بطريقه يعني طريقه صحيحه فما اظن ان هذا عائق على اساس انه يحجب ان الواحد ما يروح الا بمحرم قرار اعفاء المراه من شروط وجود المحرم اثار لغطا كبيرا بين مؤيد ومعارض واستسجلات بشان شرعيه اتخاذ قرار السماح للمراه وتساؤل عن السند الشرعي سواء لاشتراط وجود المحرم سابقا او للسماح باداء الحج للمراه من دونه اذا الحج بدون محرم خطوه يرى فيها الكثيرون تمكينا للمراه بصفه عامه من اداء شعائرها الدينيه واستكمال فرائض دينها باستقلاليه عن الرجل بينما يرى اخرون انها تتعارض مع الشرع ولذا اثار هذا الموضوع نقاشا وجدلا واسعا سواء في الشارع الاسلامي والعربي والخليجي او على منصات التواصل الاجتماعي. على الرغم من ان قرار حج المراه من دون محرم ليس جديدا، اذ سمح في العام 2021 للمراه بالحج من غير محرم شريطه وجود مجموعه او عصبه من النساء. لمناقشه القرار السعودي من الناحيه الشرعيه والاجرائيه نرحب الان بضيفنا من القاهره الداعيه الدكتور احمد الغامدي المدير العام السابق لهيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اهلا بك ومرحبا بك في معنا في برنامج حديث الخليج دكتور احمد يعني دكتور احمد في البدايه كما تابعنا في التقرير تابعنا يعني نساء كنا محرومات من الحج بسبب شرط المحرم والمرافق دعنا نبدا باصل هذه القضيه، لماذا من الاصل كان المحرم شرطا امام المراه الراغبه في اداء مناسك الحج؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا امين وعلى اله واصحابه اجمعين. هو راي فقهي يعني وكان مبني على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عن ابن عباس في الصحيح في صحيح البخاري وغيره انه قال لا تسافر المراه الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا مع ذي الا مع محرم فبنى عليه كث... طائفه من الفقهاء وهم الاحناف واكثر الحنابله القول بالتحريم فقالوا لا يجوز للمراه ان تحج ولو حج الفريضه الا مع ذي محرم فكان هذا الراعي في فترات من الزمن اشتهر يعني وتم وجرى العمل به حتى غلب على فهم الناس انه هو القول الاوحد ولكنه هناك راي اخر ايضا لفقهاء اخرين وهم اكثر يعني وهم المالكيه والشافعيه والظاهريه وعدد كثير من الفقهاء ايضا قالوا بانه يجوز للمراه ان تحج بغير محرم اذا امنت الطريق او اذا كانت برفقه برفقه امنه من النساء او غير النساء وبعضهم من وبعض الفقهاء لم يشترط ايضا حتى امراه اذا كانت كما قال الطرق ماهوله ومامونه وليس في ذلك مخافه لان الحديث له عله كما يقول الفقهاء أن الأمور المعاملات والعادات مبنية على عله م. فالقصد من النهي عله النهي عن سفر المرأه بغير محرم هو ان تأمن الطريق فاذا زالت هذه العله زال هذا الحكم وكانت الاسفار في 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 تلك الازمان طيب ذات آه مدد طويله يعني ولذلك ورد في بعض الروايات لا تسافر امرأة مع يوم وفي رواية يومين وفي رواية ثلاث فكانت المدد هذه دالة على أن النهي هنا ليس تعبدي ليس لذاته وإنما هو تعليلي للخشية على المرأة وهذا إذا زال فإنه وأمنت الطريق فإنه يدل أن زوال العلة يزول مع الحكم ولذلك روي هذا عن الامام احمد في روايه عنه انه يجيز حج المراه في الفريضه اذا امنت الطريق وهو ايضا من اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه كما رواه البعلي كما ذكره البعلي فهو فقد اختاره شيخ الاسلام بن تيميه ورأى جواز ذلك فايضا هو طائفه ايضا من الحنابله يرون ذلك وهو قول الان جماهير الفقهاء نعم. المتاخرين طيب في رايك دكتور احمد يعني م... لان قد اختلف س... ما, ما الذي تغير ما في مجتمعنا حتى يتم س... الانتقال من الراي الاول الى الراي الثاني مع ان الاول كان ايضا باجماع العلماء ليس هناك اجماع اولا انما هو خلاف وكل ف... فئه من ال... وكل فريق يدعي الاجماع حتى الذين قالوا بالجواز ادعوا الاجماع <applause> لماذا؟ لانهم قالوا ان الصحابه رضي الله عنهم عمر في اخر في حجه في حياته امر بان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجن مع عبد الرحمن بن عوف الى <applause> الحج بغير محرم فقالوا هذا ولم ينكر الصحابه عليهم فقالوا هذا اجماع من الصحابه وقال ابن حجر هذا يعتبر اجماعا لكن في الحقيقه <applause> أن المسألة خلافية بين الفقهاء <applause> وليس هناك إجماع لا على الجواز ولا على المنع، <applause> يعني أما ما الذي اختلف؟ فأعتقد أنه بوضوح اختلف وسائل السفر، أصبح اليوم الذي يقضى كان يعني يعني يقضي فيه المسافر شهرا أو شهرين يقضيه في ساعات وعبر وسائل آمنة وجماعية كالطائرات والقطارات والسفن وهي كلها وسائل آمنة ليس فيها خشية آمنة أيضا تحت إشراف الحكومات ولها ولكن هذه الوسائل تغيرت منذ و... فترة طويلة يعني ليست بالشيء الجديد علينا لا ليست فترة طويلة نحن كل يوم نتح... يتجدد في الطائرة تطور من... الحياة يعني هل هل, هل السفر 50 عاما على الأقل هل السفر بالطائرة قبل 100 سنة لم يكن متاحا كما هو الآن ولم تكن الموانئ متاحة كما هي الآن، ولم تكن القطارات متاحة كما هي الآن، ولم تكن أيضا الحدود الإقليمية آمنة بهذه الطرق أيضا الحدود الجغرافية اليوم عبر المدن، ولم يكن هذا التواصل المدني للدول هذا بهذه الطريقة، فكانت هناك مخاوف وقد تتطور أيضا هذه الوسائل ويصبح لا وجه للتمسك بمسألة أن المرأة تسافر بمحرم او بغيره لانها وسيله امنه اصبحت كالذي ينتقل في داخل مدينه واحده فاصبح الانتقال في داخل العالم كالذي ينتقل في داخل مدينه من مكان الى مكان ولا خطر عليه ولا شيء يؤثر على امنه او يعني يخاف او يخشى عليه ولذلك في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم احتج الذين قالوا بالجواز بحديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل او قال فان طالت بك الحياه يا عدي فان الضعينه سترحل من من الحيره الى الى الكعبه تطوف بالبيت لا تخاف احدا الا الله وهذا الحديث كما قال الفقهاء سيق في معرض الامتنان يعني يدل على الجواز لانه في معرض المدح وهذا في دلاله وعلى ايضا ما سيقع في زمان المستقبل ان إذن في المراه تسافر من الحيره دكتور يعني من بلد هو ليس اجماع الى الكعبه كما قلت هو اجتهاد اذا وهناك نعم. في هذه الحاله من يسال نعم. على من يقع اذا ذنب حرمان الاف السيدات من الحج لعقود في ظل عقود طويله في ظل القواعد السابقه بضروره وجود محرم للمراه اثناء فريضه الحج لا لا, لا يكلف الله نسا الا وسعها من كانت في زمن يعني لم يتح لها هذا الامر بسبب اشتراط هذا الامر فهي فهي فقد فهي معفو عنها لان الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن لم يستطع لامر ما لعذر ما لمثل هذا ايضا الشرط والقيد فليس عليه يعني آه اثم وليس هو مكلف بان آه يغالب ما لا يستطيعه وايضا الذين اجتهدوا وعملوا بهذا الشرط واجروه على الناس ايضا يحسن بهم الظن ولا يشكوا بانهم يقصدون الخير لكن نحن الان حينما نعالج هذه المساله نتكلم عن واقعنا الحادي هل هذا يستدعي التمسك بهذه القضيه الخلافيه ام لا يستدعي التمسك وهل الحال الان الحمد لله يعني امن بحيث ان المراه إذا خرجت للحج أو العمرة لوحدها أو خرجت مع رفقة آمنة كما هو الحال اليوم هذا يخل بالشرع؟ لا لأنها مسألة أولاً خلافية ولا إنكار في مسائل الاجتهاد والخلاف وثانياً أن القول بالجواز قول جماهير كثيرة من العلماء. طيب الآن هل من شروط يجب أن تتوافر في المرأة الراغبة في أداء فريضة الحج من دون محرم؟ لا هو المسلمة المكلفة العاقلة التي يعني القادرة على هذا وتجد رفقة صالحة آمنة فليس هناك يعني من الناحية الشرعية شرط آخر يعني عند عامة الفقهاء إلا الذين يقولون بالمنع وهم يتمسكون بالتحريم فهذا هو الذي يتمسك بمثل هذا أو المرأة التي ترى أو تعمل بهذا الرأي أو أو, أو, أو لا ترى صحة القول الاخر هي التي يمكن ان تتمسك بهذا وتمتنع من الخروج للحج او العمره لعدم وجود المحرم. طيب دكتور احمد ما هو دوركم اليوم في توعيه الناس باهميه وضروره اتخاذ هذا القرار وتفهمهم له ايضا وكيف ستطبق نفس الهيئه التي كنت تنتمي لها ما حاربته لسنوات؟ لا علاقة للهيئة بتنظيم الحج، هذا بالنسبة للحج لا الهيئة لا تتدخل في في امور الحجيج نهائيا، هناك وزارة خاصة مستقلة في المملكة هي تنظم خدمة الحجيج وهناك خدمة جبارة تقدمها المملكة العربية السعودية يعني تضع عليها كبار المسؤولين ولجان على مستوى عالي تقدم كل تسهيلات ولا تتعرض ولا يتعرض الحاج الذي قدم ودخل الى المملكه لاي يعني شيء من التشويش من اي جهاز بل هو كل الاجهزه مسخره لخدمته حتى في ايام مضت حينما كانت الدوله تتمسك بهذا الراي او تعمل بهذا الراي لا يمكن ان يكون ان يتعرض للحجيج ضيف الرحمن بل يعان ويساعد وقد تقدم له كافه الخدمات الميسره الميسره له لإتمام حجه ورجوعه سالما الى بلاده. هناك من يرى ان هذا القرار من الممكن ان يغير النظره العامه لقرارات السعوديه فيما يخص الامور الدينيه، يعني نتحدث هنا عن نظره عامه الشعب ممن يرون ان الشرع واحد وان قول الدين في هذا الامر واحد. والله هذا يعني يتجاهل الخلاف نحن قد ذكرنا أن الخلاف موجود بل أعتقد أن القائلين بالجواز هم الأكثر ويعني الأكثر يعني قولا وهم أيضا الأصح أدلة لأنه أيضا هذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا عمر أجاز لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن للحج مع عبد الرحمن بن عوف و ولم يعني ينكر عليه الصحابه رضي الله تعالى حتى قال ابن حتى قال ابن حجر العسقلاني ان هذا يعد اجماعا وهو قول ايضا اختيار ابن تيميه وروايه عن الامام احمد وقول المالكيه وقول الشافعيه وقول الظاهريه وهو وعامه فقهاء العصر اليوم على هذا الراي فاذا قضيه إن, أن هذا تغيير للدين هذا محاوله محاوله لتضليل الناس الحقيقه اما الفقيه الصادق النزيه فهو يظهر للناس الراي ان هذا كان قولا لبعض الفقهاء وهذا ايضا وهناك قول اخر يعارضه وهذه ادله الفريقين والقاعده عند اهل السنه والجماعه انه لا انكار في مسائل الخلاف المسائل المختلف فيها لا يجوز فيها ان ينكر المجيز على المحرم ولا المحرم على المجيز تبقى بعد ذلك الحق للمختار للمكلف ان يختار ما يشاء من الرايين لانها ليست من مسائل متفق عليها فالذي يدعي ان هذا تغيير للدين او ان المملكه تغير الدين او انها تريد ان تح... هذا في الحقيقه يحاول تضليل الناس ويحاول النيل من سمعه المملكه بما بطرق خاطئه وهو آثم بهذا ولانه مضلل وكاذب على في الحقيقه لان كتب الفقه تثبت هذا الخلاف وهي يعني موجوده لدى الجميع كتب الفقه ومصادر الفقه الاسلامي تثبت صحه هذا الكلام وتثبت ان الادله الواضحه في الجواز يعني ليست بقليله بل ان عمل الصحابه بها رضي الله تعالى عنهم وهكذا عمل بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم وحج وخرجنا للحج في زمن عمر باقرار جميع الصحابه ولم ينكر عليهم احد فهذا هل هم افضل هؤلاء الذين يدعون يعني او يتهمون المملكه بانها تحاول ان تغير الشريعه هل هم افضل ام الصحابه هؤلاء الذين أجازوا ذلك وعملوا به. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا الحوار مستمر وبعد الفاصل سننتقل إلى محور آخر في حلقة اليوم تحذيرات من حملات حج وهمية ومبادرة طريق مكة تسهل المناسك لقومها. اهلا بكم مشاهدينا من جديد في خضم سباقها لتحسين صورتها والامساك بيد من حديد بامور البلاد وعلى راسها الامور الدينيه سارعت السعوديه الى التحذير من حملات وهميه يتعرض الحجاج من خلالها سنويا لعمليات نصب واحتيال تنتهي بسرقه اموالهم وعدم تمكنهم من قضاء فريضه الحج وعليه اعلنت وزاره الحج والعمره ان الحجز يتم فقط عبر المنصات المعتمده، وهذا من اجل قطع الطريق امام مستغلي مشاعر وحاجات الحجاج. من جانب اخر وايضا في سياق الاجراءات التنظيميه تم استئناف مبادره طريق مكه والتي استفاد منها مواطنو سبع دول لتسهيل الاجراءات على الحجاج من خلال اتمامها وانهائها في بلدانهم. واستكمالا للمنظومه التكنولوجيه والرقميه في تنظيم الحج، كانت هناك منصه اجير التي راى فيها البعض فرصه لكسب لكسب موسمي للسعوديين والمقيمين. لمناقشه هذا المحور معنا الان ينضم الينا من جديد من القاهره الداعيه الدكتور احمد الغامدي المدير العام السابق لهيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما ينضم إلينا من الرياض الخبير الاقتصادي الأستاذ جهاد لعبيد أهلا بكما معنا أبدأ معك أستاذ جهاد يعني سنويا تتكرر الحملات الوهمية التي نسمع عنها هل الإجراءات الجديدة في رأيك كفيلة بالحد منها؟ مساء الخير تحية طيبة لك ولضيفك الكريم الأستاذ المشاهدين بكل تأكيد هناك في أي حدث في العالم هناك محاولات من خلينا نسمي المحتالين لتصيد من يرغب بحضور هذه الاحداث سواء كانت على المستوى الديني او الرياضي او السياسي او الاجتماعي او السياحي او غيره. ولكن يعني نشاهد الان في الفتره الاخيره هناك رقمنه كامله للحج بامكان اي شخص ان يتم يدخل هذه المواقع ومتابعه هذه الحملات والتاكد منها. ايضا هناك ربما تكون حملات توعيه اكبر من السابق في مواضيع تختص بالحملات وحملات الحج الحقيقه يعني هناك اكثر من 200 دوله في العالم والحجاج ربما يتجاوزون الثلاثه يصلون الى أربعة مليون بكل تاكيد لا يمكنك ان تكون يكون كل هؤلاء يمكن السيطره عليهم او تثقيفهم او حتى دولتهم سواء انك انت تحاول بقدر المستطاع ان تظهر الطرق السليمة التي يمكن منها التأكد من حملات الحج الرسمية يتم التعاون بكل تأكيد بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومات الأخرى في مثل هذه المواضيع ويتم محاولة حصر هذه الحملات الوهمية لأضيق نقطة ممكنة جدا لكي يعني يتجنب استغلال هذه الشعيرة العظيمة يتم استغلالها من ضعف النفوس ومن ثم تحويلها الى حملات وبالتالي هناك الكثير من سيخسرون اموالهم بحجج حتى او مغريات ماليه او حتى في ناحيه الزيارات او البرامج التي تقدم <applause> <applause> هو هو ضرر الواقع بالتاكيد على الحجاج يعني واضح جدا ولكن في رايك اقتصاديا كيف هو الاثر السلبي لهذه الحملات الوهميه على عائدات الحج بالنسبه للسعوديه؟ بكل تاكيد يعني احنا نتكلم عن الاثر الاقتصادي بيكون اثر على نفس الشخص الذي وقع ضحيه <applause> هذه الحملات الوهميه، هو من سوف يدفع هو والمحتال هو من سيحصل على هذه الاموال بينما الحملات الرسميه المتفق عليها والمنسق فيها مع دول العالم جميعا هي محدده الاشخاص، محدده الارقام، محدده التكاليف، وبالتالي فان يعني ذلك ربما يكون هو زي ما قلنا هو استغلال لحاجه كثير من الناس خصوصا في الدول خليني اسميها المتاخره قليلا في مواضيع الرقمنه والترتيبات وعندها حتى فوضى في مثل هذه المواضيع. بكل تاكيد هي من تستغل المسلمين والحجاج او من يرغب بالحج لمثل هذه من ضعاف النفوس ولكن بالتاكيد ان التنظيم تنظيم الحج لا يتاثر ابدا هناك تنسيق على اعلى مستوى نحن نتحدث عن حدث يحدث من اكثر من 1400 سنه المملكه العربيه السعوديه لها اكثر من 100 سنه تنظم الحج خبرتها كبيره في هذا المجال وبكل تاكيد ان يعني يتم التنسيق في مثل هذه المواضيع والتجنب الحملات الوهمية وهو دور يعني تثقيفي أو ريادي تأخذه المملكة العربية السعودية على عاتقها حتى على الدول الأخرى ورغم أنها يفترض أن يكون هذا الدور تكاملي ولكن نشاهد الآن هناك حملة مكثفة في المملكة العربية السعودية تصدر للخارج وللدول التي يأتي منها حجاج لمحاولة تثقيفهم ونشر فكرة أن هناك طرق رسمية يجب أن تتبع والابتعاد قدر المستطاع عن المغريات الغير منطقية أحيانا تأتي في حملات الحج الوهمية نعم طيب انتقل إليك دكتور أحمد يعني لو, لو أمكن أن تحدثنا عن مبادرة طريق مكة ما هي وما الهدف منها؟ المبادرة هذه دالة على اهتمام المملكة العربية السعودية بالحجيج حتى من خارج المملكة وأن التوعية ومحاولة توضيح أو تصحيح المسارات التي قد تستخدم في استغلال وابتزاز الحاج او الاحتيال عليه للوصول الى امواله بطرق غير صحيحه يجب ان تتعاون الدول ايضا على محاربتها حتى يصبح الحج ايضا الوصول الى مكه طريق امن وهذه مبادره جميله جدا ويجب على ايضا يجب علينا جميعا ان نتعاون في نشرها وايصالها الى كافه الراغبين من القاصدين لبيت الله الحرام وهذه نعم. المبادره ايضا نعم. اضافه جميله تدل على ان سعي المملكه الى توعيه الحجيج هدف ايضا حتى في خارج المملكه العربيه السعوديه. نعم طيب استاذ جهاد يعني من المستفيد من هذه المبادره من مبادره طريق مكه في الفتره المقبله وماذا سيستفيد وفي النهايه كيف ستساهم في عمليه تنظيم موسم الحج في رايك؟ هذه المبادرات بكل تاكيد انها هدف زي ما تفضل الدكتور احمد هي هدف للتعريف هدف للتسهيل الحاج ياتي من المطار حتى لا يضطر انه اصلا يعني يحمل حقائبه او ما الى ذلك من مطاره الى المشاعر المقدسه الجوازات آه الفيز وكل ما الى ذلك تكون منتهيه الكترونيا كل شيء يعني محاوله هي محاوله لتنظيم بكل تاكيد محاوله لتسهيل ايضا الامر وبان يكون الحاج فعلا ياتي الى المملكه العربيه السعوديه ليؤدي فريضه الحج بكل راحه واطمئنان دون وجود معوقات، المبادره تتوسع يزداد حجمها بكل تاكيد السنه القادمه سنشاهد دول اضافيه. الفكره الان انه يكون الحج تطور واختلاف كبير جدا عما كان في السابق، هذا تطور بكل تاكيد لا يمكن ان ياتي بين يوم وليله، بكل تاكيد لا يمكن ان تتخذ قرارات كبيره جدا وبهذا الحجم وبهذا العدد الهائل من الناس في هذه البقعه الضيقه في وقت قصير الحج ايضا محكوم بوقت محدد في في السنه فبكل تاكيد ان كل ذلك يتم بالتدريج انا اعتقد ان المبادره لاحقا ان الله اعطانا عمر سنشاهد ان هذه المبادره ستشمل العديد من الدول لم يكن كل الدول الحاج سيكون من مطار دولته ومن مطار مدينته سوف يأتي مباشرة إلى المشاعر المقدسة ويحصل على بدون أن يمر بجوازات بفيز حتى حمل الحقائب معفى عنها حقائب يأتي ويجدها في غرفته المخصصة وكل ذلك هذه بإذن الله تعالى سنشاهدها في الأيام القادمة دائما نحن في نقطة مهمة جدا في موضوع الحج وهي دائما ما تغفل عن كثير من الناس الحج يأتي في وقت محدد من السنة في فترة ضيقة جدا جدا ولا وعدد كبير جدا من الناس ولا يتحمل اخطاء بمعنى ان هناك يكون اي تجارب بالحج ب... ب... تجارب يعني خلينا نسميها ارتجاليه او قرارات ب... بكل يعني تؤخذ هكذا عشوائيا لذلك حتى هذه المسارات او حتى هذه الطرق تسمى يسمى طريق مكه والمبادرات كلها تاتي بعد دراسات مستفيضه وتم تكبيرها تدريجيا حتى التفويج حتى في تطوير المشاعر هل يعني احنا نشاهد احيانا بعض المشاعر او بعض المناطق تاخذ وقت في اه نعم. اه في تطويرها او حتى في اه توسعتها كل ذلك لسبب ان ايضا نمتلك لدينا موسم الحج ولدينا طيب. ايضا موسم العمره وبكل تاكيد إن هذه الامور تاخذ نعم. وقتا اطول نعم. من المعتاد لو قارناها باي شيء اخر في العالم. طيب استاذ جهاد يعني في نفس سياق عمليه التطوير سواء لعمليه الحج او حتى ما يحيط بالحج ايضا وهذا الموسم كان الاعلان ايضا عن منصه اسمها منصه اجير يعني والتي اعتبرت فرصه كسب الكثير من السعوديين والمقيمين ايضا يعني لو امكن ان تعرفنا بهذه المنصه وما تقوم هي المنصه تعرض فيها خدمات وتعرض فيها آآ آآ خليني اسميها ايدي عامله منصه اجير ليست خاصه بالحج يعني <applause> منصه اجير بامكان اي مواطن او اي مقيم ان يقوم بالدخول اليها وايضا حتى ممكن انك انت تستطيع الحصول على خدمات في اي مكان اخر في المملكه بحسب الفرص الموضوع وفق الشروط الموضوعه وبالتالي هي ليست خاصه في الحج، الحج ايضا هناك هي مساله تنظيميه، نحن نعرف ان هناك في سيارات خليني اسميها تاكسي، في في هناك خدمات في بعض الحجاج يحتاج الى خدمات اخرى، خدمات طبيه، خدمات خدمات ترفيهيه، خدمات وما الى ذلك، هذه الخدمات التي تقدم آه، للحجاج آه، يتم تنظيمها عن طريق هذه آه، المنصة المنصة حقيقة هي فرصة مثل ما قلنا هو رقمنة الحج بشكل كامل يعني يكون هناك كل شيء أنت تأتي إلى المملكة العربية السعودية منذ أن تخرج من دولتك إلى أن تعود وأنت تستخدم التطبيقات وتستخدم آه، المواقع والجوال لإنهاء جميع مستلزماتك وهذا أصلا يعني هو توجه الحكومة السعودية برقمنة الحكومة بشكل كامل والتعاملات في البلد منصه اجر هي فرصه م. للموجودين لاستغلال هذه الشعير العظيم من خدمه ضيوف الرحمن والتكسب المادي في نفس الوقت وبالتالي تقديم افضل الخدمات والفرص والخيارات للحجاج وضيوف الرحمن اللي زي ما قلنا هي اصلا يعني ربما تكون هناك ضغط في بعض المناطق ضغط في بعض الخدمات وبالتالي تتيح هذه الفرصه لمن يريد تقديم خدمات اضافيه م. للحجاج الموجودين بشكل منظم وبشكل موثوق هذا مهم جدا بشكل موثوق وامن لكل الطرفين. جميل ادعوكما ضيفي الكريمين الاستاذ جهاد العبيد والدكتور احمد الغامدي للبقاء معنا لان الحوار مستمر. بعد الفاصل مشاهدينا نتحدث عن افاق السياحه الدينيه في ظل انعدام المنافسه كما ونستكشف اسباب وابعاد حمله واسعه على مواقع التواصل تحذر من اعتقال ناشطين خلال الحج قوانا اهلا بكم من جديد. ربما لا يحبذ البعض الربط بين مصطلحي السياحه والدين، الا ان السعوديه ماضيه في تعزيز عائداتها مما اصبح يعرف بالفعل بالسياحه الدينيه، في ظل غياب المنافسه من جهه ومحاوله السعوديه تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على عائدات النفط من جهه اخرى. فما المقصود بالضبط من مصطلح السياحه الدينيه وما هي خطط السعوديه لتطوير مداخيل الحج والعمره؟ نناقش ايضا في هذا المحور واسم الحج ليس امنا الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وسط حملة تخوف من اعتقال ناشطين اثناء اداء مناسك الحج، فمن وراء هذه الحملة؟ ابدا معك الحوار استاذ جهاد هنا، في رايك في البدايه هل يمكن ان تنجح السعوديه في مضاعفه عوائد السياحه الدينيه عما يتحقق بالفعل حاليا؟ وفي الحقيقه هناك مفهوم خاطئ عن السياحه الدينيه وهناك ترويج لاسم السياحه الدينيه في المملكه العربيه السعوديه او محاوله الصاق هذا الموضوع في الحكومه السعوديه، انا بوضح لك بس نقطه بسيطه في موضوع السياحه الدينيه. السياحه الدينيه اولا عندما تاتي الى مكان وتدفع مبالغ لاداء فريضتك. الان اذا كنت حاجا او معتمرا للمره الاولى قادما للمملكه العربيه السعوديه انت لا تدفع فيزا. لا تدفع مبالغ لكي تدخل الحرم. لا تدفع مبالغ لكي تدخل مينا لا تدفع مبالغ تدخل عرفات لا تدفع مبالغ لكي تدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك منع أو عدم أخذ هذه المبالغ هذا لا يعني أن هناك ليس هناك سياحة دينية أما ما تقوم به المملكة من تطوير المشاريع وخليني أسميها مثل مسار مكة هو إتاحة خيارات أنت تأتي إلى المملكه العربيه السعوديه تريد اداء فريضه الحج المبالغ التي تدفعها فقط هي مبالغ حملتك حمله الحج التي تدفعها شامله تذاكر الطيران شامله التنقلات المعيشه السكن وغيرها هناك خيارات يعني, أخرى. يعني هل الاختلاف فقط كتير. على المسمى لانها من الناحيه الاقتصاديه هي تصنف كسياحه يعني أبنى. هناك زائر ياتي لا وينفق اموال في مصارف معينه تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي وهذا في اقتصادات أبنى. كثيره يعتبر سياحه خليني بعطيك بس يعني مقارنه بسيطه من 2010 الى الان الانفاق الذي انفقته المملكه العربيه السعوديه على على الحرمين الشريفين يتجاوز مداخيل او ايرادات ما نسميها مداخيل ايرادات الحج منذ تاسيس المملكه وحتى الان م. لذلك هناك فكره خاطئه عن موضوع ان هناك سياحه دينيه ان المملكه تستغل هذه السياحه الدينيه تستغل وجود الحرمين وثمت تفضل في البدايه لما قلت انه لا يوجد نحن نتحدث المنافسة. من دول اخرى في المنطقه منافسه من دول اخرى لان يعني لا هناك اختصاص للسعوديه بهذا الموضوع لا يمكن لدوله ان تنافس السعوديه في ولا. هذا المجال ولا. ولذلك السعوديه لا تستغل في هذا المجال، والسياحه الدينيه هو اني انا لما اجي تقف امام بوابات الحرم ستضطر لدفع مبلغ معين في وقت الحج، تدفع مبلغ اكبر في موقف مثلا في رمضان، تدفع مبلغ اقل في المواسم الاقل وما الى ذلك. يعني هو في النهايه السعوديه هي يعني تجني ارباحا من, من من هذا الموسم من وراء السياحه الدينيه سواء في هذا الموسم حتى او طوال السنه يعني سواء هناك ايا يعني كان المسمى يعني سواء كانت سياحه دينيه او ام غيره. هناك فرق ما بين الايرادات والارباح، وبكل تاكيد لما عندما ياتي يحضر الحجاج بكل تاكيد سيكون هناك انفاق، ولكن مم. هناك فرق ما بين الايراد وهناك فرق ما فرق بين يكون هذا الايراد يتحول الى ربح. يعني هل يعني تريد أن, ان تقول حاجة. ان السعوديه تخسر في مقابل هذه الخدمه دعنا نقول للحجاج والمعتمدين؟ الارقام ارقام الحكومه السعوديه تقول ذلك، هناك اكثر من 230 الف يعملون في من القطاع العام والقطاعين العسكري والقطاع العام في الحج السعودي المملكه العربيه السعوديه توفرهم وتعطيهم رواتب ايضا اضافيه ومبالغ اضافيه ناهيك عن تطوير ولكن لو سمحت استاذ جهاد يعني الارقام ربما تقول غير ذلك عندما كنا في ازمه كورونا اعلنت السعوديه ان يعني كانت هناك خسائر كبيره بسبب يعني ما حدث خلالها وقف موسم الحج بسبب هذا الموضوع وربما اليوم هناك مكاسب كبيره تحققها السعوديه من وراء هذا الموسم اذا حققت مكاسب من وراء هذا الموسم، هي لا تحقق بسبب ان هناك فريضه الحج تقام في المملكه، <applause> بل هو ما يقام ما يريده ان يقدمه الحج، الغالبيه الغالب من الحجاج ياتي الى المملكه لا يجلس فتره الحج ثلاثة ايام واربع ايام، ياخذها جوله يجلس, يجلس <applause> ياتي قبلها باسابيع يجلس في المدينه المنوره، يذهب الى مكه ثم يعود الى المدينه واحيانا يتجول في المملكه. هنا الفصل ما بين موضوع السياحه الدينيه وموضوع ان هناك اشخاص او سياح بشكل عام، السياحه الدينيه هو يعني انا استغل هذا الـ هذا, الـ هذا الحرمين واجعلك لا تدخل الا من مقابل مادي، انا لا هذه المشاعر المقدسه ليكون لها عائد محدد جدا. هذه هذه القضيه هي من هي من هي, هي نقطه الخلاف. المملكه العربيه السعوديه لديها الان مسار مكه، مسار مكه هو تطوير تجربه الحاج، هل الحاج مجبور انه يدخل هذا المسار او يدفع فيه؟ لا، اذا هناك فصل ما بين ادائك لشعيره الحج وهناك فصل ما بين انت تريد ان تتجول وتبقى فتره اطول في المملكه. طيب دكتور احمد الغامدي دعني اسالك هذا السؤال، يعني ما رايك في مصطلح السياحه الدينيه وهل ترى به عيبا؟ اعتقد ان هذه فريضه فريضه الحج يطلق عليها الفريضة وهي عبادة وليست سياحة يعني حتى يطلق على هذا المسمى وإن كانت يعني تدخل في إطار عام في معنى للتنقل من مكان إلى مكان لل لكني لا أرى صحة التسمية لأن يجب أن تسمى الأشياء الأسماء بمسمياتها الحقيقية فهذه فريضة فريضة تعبد الله تعالى العباد بها وفرضها عليهم لمن كان مستطيعا فأعتقد أن التسمية يجب أن تكون هكذا <applause> طيب يعني إن اتفقنا أستاذ جهاد على مصطلح الاستفادة بدلا من الاستغلال يعني الاستفادة من هذه الزيارة لهذا الزائر لإفادة الاقتصاد السعودي اليوم السعودية تسعى لتطوير الحج أيضا هل تفتح أيضا الفرص أمام المستثمرين في هذا القطاع بغض النظر عن المسمى بهدف مضاعفة عائداته طريق مكه بكل تاكيد او مسار عفوا مسار مكه بكل تاكيد انه جزء من فتح الفرص للمستثمرين سوف تاتي شركات عالميه سوف يتواجد العديد من المستثمرين في مسار مسار مكه وبكل تاكيد ان هناك توجه لتطوير جميع الخدمات من ضمنها موسم الحج وان يكون ايضا موسم الحج تجربه مختلفه هناك دائما احنا لما نتكلم عن موسم الحج حتى بالنسبه للحاج نحن نتحدث عن تجربه مختلفه عن السابقه تطوير التطوير اللي جالس يصير في المشاعر المقدسه فيما يحيط بالمشاعر المقدسه، بالخدمات التي تقدم. ابسط مثال تكلمت عنه <applause> قبل قليل طيب. وتحدثنا عنه هو المبادرات طيب. اسمح مست... لي انتقل الى الدكتور احمد، دكتور احمد يعني دعنا نتحدث عن النقطه التي ذكرناها في بدايه هذه الفقره عن الحمله الموجوده اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحذر من ان الحج ليس امنا وهذا كان يعني الوسم الذي انتشر مع هذه الحمله في رسالة للناشطين والمعارضين بتحذيرهم من الذهاب للحج لأنه ربما في هذه الحالة يتم اعتقالهم ما رأيك؟ اعتقد ان هذا يعني قلب للحقائق يعني لانها بل الحج امن ولله الحمد ولا يعرف عبر التاريخ يعني امن منه في آه الا في عهد المملكه العربيه السعوديه ما آه والمملكه العربيه السعوديه تقف مع حقوق الناشطين ومع حقوق الانسان ولا تقف مع ايضا الذين يريدون افساد يعني الامن ويريدون ايضا الاضرار بالخلق والمصالح المعتبره لدى الدول وايضا المجتمعات ويجب على المملكه ايضا ليس فقط اختيارا يعني ان تؤمن هذا الحجيج فاذا كان هناك من, من يسمي نفسه ناشطا وهو في الحقيقة يعني يؤجج أو يريد إفساد الحجيج وأمن الحجيج فإنه ليس هناك خيار للمملكة إلا أنها أن تقدمه للشريعة ليأخذ جزاؤه لأن الله تبارك وتعالى أمر قال ومن يرد فيه بإلحاد بين وهو توعد الله أن من يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب عظيم فيجب أن على أيضا الحكومات أن تساهم في هذا الدور وأن لا تسمح لمن يريد إفساد هذا النسك وهذه الفريضة. أو يريد ولكن إفساد هم يحصلون بعض يعني الأمثلة. دكتور أحمد لبعض الأشخاص أو بعض الأفراد الذين تم اعتقالهم أفراد من خلفيات معينة من انتماءات معينة سعوديون وغير سعوديين يعني ما رأيك في هذا الموضوع؟ لا شوفي يا عزيزي المملكة ليس لها غرض عند أحد المملكة هي تريد أن تقدم للحجيج كافة التسهيلات والخدمات وعلى أكف الراحة وتعينه أيضا ولا يمكن أن تتعرض لإنسان مسالم لم لم يقوم بأي أمر مسيء لا لأمن المملكة ولا لأمن الحجيج إطلاقا هذا هذا غير منطقي ولا يقول به إنسان عاقل المملكه ليس لها غرض هي الان تفتح ابوابها من يمكن لكل ان يكون برايك على كافه المستويات من يمكن ان يكون برايك وراء هذه الحمله والله ولماذا اعتقد انهم يعني اشخاص يريدون الاساءه الى سمعه المملكه العربيه السعوديه اما ان تكون لهم اهداف سياسيه ويريدون تشويه صوره المملكه كما هو الحال دائما في كل سنه ياتون بامور وقضايا يثيرونها لمحاوله التشويش والاساءه الي المملكه العربيه طيب السعوديه جهاد يعني في رايك الي اي مدي تضر مثل هذه الحملات بعائدات هذا الموسم اولا الحج قائم باذن الله تعالى م. سواء كان هذه حملات هناك حملات او غير حملات م. هذا رقم واحد رقم اثنين يعني احنا احنا كسعوديين خلينا نتكلم، احنا كنا نضحك قبل تقريبا اسبوع في السوشيال ميديا لو كانت لو كان هناك متابعه انه احنا ننتظر هذه الحمله، ننتظر هذا هذا التاج والهاشتاج والوسم نتكلم الحج ليس، تعودنا كل سنه ان يتم الحديث عن مثل هذه المواضيع، تعودنا كل سنه ان يتوجه توجه الاتهامات للحج، المملكه العربيه السعوديه اصبح لها خلافات مع عده دول. في عدة مرات في أوقات مختلفة ولم تمنع مواطنيها من الحضور ولم تمنع حجاجها من الحضور ولم يعني ترى أن نواجبها هو خدمة ضيوف الرحمن بمهما كانت هذه الاختلافات فنحن حقيقة نحن لسنا مستغربين أبدا مثل هذه الحملة بل كنا ننتظرها حقيقة وفعلا لو شاهد يعني لو لو تبعت وسائل التواصل الاجتماعي السعودية خلينا نسميها لو جالسين ننتظر مثل هذه الحملة متى فقط سيظهر هذا رقم واحد رقم اثنين هناك جانبان في موضوع الناشطين او موضوع الناس اللي تاتي للحج الحج، هناك جانب شرعي وهناك جانب قانوني، الجانب الشرعي وهو انه هذه الاماكن مقدسه، هذه الحج لا رفث فيه ولا فسوق. يفترض من اي شخص بغض النظر عن اي شيء انه لما ياتي الى المملكه العربيه السعوديه لفريضه الحج انه يكون فقط اتي لاداء فريضه الحج يؤدي ركن من اركان الاسلام على اكمل وجه بلا رفث ولا فسوق. وبالتالي لكي يخرج الامر الاخر هو قانوني بكل تاكيد هناك من يريد ان ياتي لاي دوله ما بكل تاكيد يجب عليه ان يلتزم بانظمتها بكل تاكيد يجب عليه ان يلتزم بانظمتها بكل تاكيد يجب عليه ان يلتزم بتعليماتها هناك تعليمات وأنظمة أنت لا يمكن أن تأتي للحرم المكي على سبيل المثال وأن تطلق هتافات مع مجموعة من الأشخاص وثم يتم اعتقالك أو إخراجك من من الحرم ثم تقول الحكومة السعودية تعتقل الناشطين الحج ليس مكانا للشعارات السياسية ولا الشعارات الدينية ولا الفرق الطائفية أشكركما ضيفي الكريمين من القاهرة الداعية الدكتور أحمد الغامدي المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الرياض الخبير الاقتصادي الأستاذ جهاد العبيد شكرا جزيلا لكما. إذا الحديث في هذا الموضوع مستمر ولكن قبل ذلك دعونا نتابع بعض التغريدات من على موقع تويتر ونبدأ هنا بتساؤل لعلي الهاشم الذي كتب بعد اعتقال الكثيرين أثناء الحج والعمرة بسبب آرائهم السياسية وإنفاق أموال الحج على دعم الإرهاب ضد الإسلام هل يجوز تأدية فريضة الحج والعمرة شرعاً؟ اما منظمه سند للدفاع عن الحقوق السياسيه والمدنيه في السعوديه فشددت على حق الحجاج والمعتمرين في السلامه والامان اثناء اداء فريضتهم الدينيه قائله انه لا ينبغي ان تهدد الاعتقالات هذا الحق الاساسي في المقابل يقول أحمد العلي إنه مع اقتراب موسم الحج بدأ الهجوم الإعلامي السنوي الممنهج والمعتاد عليه من قبل ما يصفه بالحسابات المجندة بحسب تعبيره لمحاولة تشويه جهود السعودية في تنظيم الحج وخدمة ضيوف الرحمن كذلك انتقد حساب محمد هذه الحمله قائلا مساكين من يحاولون يروجون الى ان الحج ليس امنا ونسوا جهود كل القطاعات المشاركه في موسم الحج في كل سنه من قطاعات عسكريه الى صحيه وغيرها للحديث اكثر عن الوسم او الحمله على وسائل التواصل الاجتماعي ينضم الينا من لندن المتحدث باسم منظمه سند الحقوقيه التي تقود حمله الحج ليس امنا السيد فهد الغويدي اهلا بك معنا سيد فهد يعني في البدايه لماذا هذه الحمله؟ ما الهدف منها؟ اهلا بكم وشكرا على الاستضافه حقيقه موضوع الحج كما ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده كان لمن استطاع اليه سبيلا اليوم الحج لمن ارتضى مزاج وهوى السلطه في السعوديه ملف الحج حقيقه وحجم الانتهاكات الضخمه كما وكيفا التي تمارسها الحكومه السعوديه كل سنه وبشكل متكرر هو الدافع الرئيس لمنظمه سند وغيرها من المنظمات الحقوقيه ومن الصحف وحتى من النشطاء والتي دفعتنا في المقام الأول للحديث عن هذا الأمر للسنة الثانية على التوالي منظمة سند تطلق هذا الوسم عبر تويتر وهذه السنة أيضا أطلقت منظمة سند مرصد انتهاكات الحج والعمرة وذلك لتوثيق جميع هذه الانتهاكات التي سنأتي على سياقها. طيب القائمون على الحج في السعودية يقولون إن هدف هذه الحملة هو التشويه. كما ذكرت أنا آنفا الملف ضخم وحجم الإنتهاكات كبير جدا كما وكيفا ولكن يمكن اختصار هذه الإنتهاكات في ثلاثه نقاط رئيسيه وجوهريه. النقطه الاولى هو استغلال السعوديه للمسجد الحرام وللشعائر المقدسه وللأماكن المقدسه الدينيه كفرصه لاعتقال من هم مطلوبون لدى دولهم. وهذا الأمر يعني يمكن أن نتحدث فيه والأمثلة فيه كذلك تعد ولا تحصى النقطة الثانية كذلك من الانتهاكات هي منع الكثير من الأفراد والمنظمات والتيارات وحتى شمل المنع في بعض الأحيان وفي بعض الفترات دول بأكملها النقطة الثالثة كذلك من الانتهاكات هي عملية تسييس الحجم من قبل الحكومة السعودية وهذا في حد ذاته ملف كبير وكبير جدا يعني نستطيع ان نتحدث فيه لساعات طويله دون ان ننتهي وبالمناسبه الحكومه السعوديه هي التي تعلن في كل عام وفي كل سنه انها تمنع طبعا ومن ومن يعني يؤيدون الحكومه السعوديه لسبب او لاخر يقولون دائما اننا لا نريد ان نسيس الحج والعمره ونحن ضد عمليه التسييس في حين ان الحقيقه من يمارس التسييس الحقيقي هي الحكومه السعوديه و النظام في المملكة العربية السعودية وبالمناسبة تجدر الإشارة هنا إلى أن العدو الحقيقي لنظام الحكومة السعودية والعدو الحقيقي لعدم إنجاح الحج والعمرة هي الحكومة السعودية نفسها عندما تقوم بهذا الكم الهائل من الانتهاكات الحقوقية هذه الثلاث النقاط يعني كل نقطة في حد ذاتها هي ملف في حد ذاته ولكن إجمالا هي يعني تعبر عن انتهاك حقيقي وصارخ لعدة قوانين دوليه من ضمنها قانون الحق في اداء الشعائر ولكن هناك الدينية. من يرى ان يعني هذا التحذير لهجته قويه جدا يعني الحج ليس امنا اليست هذه العباره قويه في حق موسم الحج من اين اتيتم بهذه العباره وهذه هذا الافتراض دعنا نقول جميل لا هو ليس ليس افتراضا م. لان الشواهد العمليه والتطبيقيه تؤكد هذا الامر وايضا ما ما تعلنه الحكومه السعوديه نفسها ولذلك انا ذكرت انفا ان الشرط الان للقيام بفريضه الحج واداء العمره هو لمن ترتضيها الحكومه السعوديه وليس لمن استطاع اليه سبيلا. العديد من الافراد منعوا من الحج كما ذكرت سابقا، الان شمل المنع حتى العديد من التيارات والعديد من الجماعات ليس لشيء ولكن بسبب مواقف سياسيه مخالفة أو على الأقل لا توافق هوى أليس من الممكن أن تكون هناك أسباب إجرائية هي التي منعت السعودية من قبول سفرهم إلى داخل البلاد مثلا وأن الموضوع لا يتعلق على الإطلاق بخلفياتهم أو انتماءاتهم جيد يعني دعني, دعني أحيلك لما حدث حيال في أزمة قطر في خلال الأزمة الخليجية وما حدث للحجاج القطريون عندما منعوا من دخلوا للمملكة العربية السعودية حينئذ قاموا قامت الحكومة السعودية باعتقالهم ثم ترحيلهم دعني أحيلك لما نشرته أيضا صحيفة الغارديان عندما اشترطت أو لوحت السعودية بتهديد اندونوسيا بخفض أعداد الحجاج أو منع الحجاج الاندونوسيين وهي أكبر دولة في العالم الإسلامي من حيث عدد السكان عندما لوحت السعودية بمنعهم وهذا ما صرحت به ونشرته الغارديان بسبب أن إندونيسيا كانت مترددة في عملية معارضة القانون الدولي الذي كان في مجلس الأمن والذي طرح لإدانة المملكة العربية السعودية في جرائمها في إبان حرب اليمن آه كذلك منع الحجاج من ماليزيا عندما سحبت ماليزيا قواتها من التحالف العربي في 2018، كذلك منع البدون او ما يعرفون بالبدون او الستيتلس او الاشخاص عديمي عديمي الجنسيه من الكويت وهم يمثلون 10% من سكان دوله الكويت منعوا بالكامل في سنه 2014 2015 وتدخل امير الكويت في تلك السنه. ثم سمحوا لهم خلال عامين ثم عادوا من جديد لمنعهم من مره اخرى، يعني الان ورقه المنع، منع الحجاج مهم. من القدوم لم يعد الامر فقط بسبب خلافات سياسيه وانما اصبح من لا يوافق هو السلطه السعوديه، من الدول التي لا تؤيد قرارات السعوديه على المستوى الاقليمي او على المستوى العالمي يتم التلويح دائما كل سنه مهم. بمنع أو على الأقل بتقليل طيب. آه يعني حصة هذه الدول من أداء الشعيرة أضف إلى ذلك من اعتقلوا حقيقة من تم اعتقالهم من الجنسية الليبية ومن المصريين ومن الفلسطينيين ومن الأردنيين ومن مسلمي الإيغور مسلمي الإيغور في حد ذاتهم يشكلون ملف أيضا كبير وضخم جدا والصحف العالميه تتحدث عنهم وتتحدث عن اعتقالهم من ضمنهم فتاه عمرها 13 سنه تم اعتقالها ثم يعاد تسليمهم للصين حيث يتم تعذيبهم. طيب اشكرك شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقه ضيفنا من لندن المتحدث باسم منظمه سند الحقوقيه التي تقود حمله الحج ليس امنا الاستاذ فهد الغويدي والشكر طبعا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه الى اللقاء.